السلام عليكم، معكم الدكتورة ليلى أبركان، متخصصة في أمراض الباطنية وسرطان الدم. حنا جينا باش نداوي بكل سرور، جينا باش نداوي باش نخدمو بلادنا، وسامحين في وليداتنا، سامحين في عائلتنا، سامحين في كل شيء باش نجيو نخدمو الوطن ديالنا والبلاد ديالنا. كيفاش الإحساس ديالك؟ الإحساس ديالي صعيب بزاف، صعيب بزاف. تسمح في عائلتك شهر ما كتشوف، هذه شهر ما شفت والديا، ما شفت عائلتي، ما شفت حتى شي واحد. سامحه في بنتي، بنتي صغيره سامحه فيها، واول مره كنبعد منها، واول مره كنتفارق منها، ولفت كتشوف كيف. المهم فريمون صعيب، صعيب بزاف. توحشتي بنيتها ديالك؟ توحشتها بزاف، توحشتها بزاف بزاف. ما كاين ما عندنا ما نديرو، جايين باش نخدمو. الا كان ممكن الرساله ديالك لكل ممرضه وكل طبيب حاليا لي فهاد المرحله ديال كوفيد 19، دابا فهاد الساعه الرساله ديالنا لكل ممرضات وكل طبيب وكل طبيبه، حنا فهاد الساعه ديال بحال شي جنود، جنود جالسين في الحرب. حنا فهاد الساعه جالسين كنجاندو، جالسين كنحاربو. ان شاء الله ما ننتصروش في شي عين هذا المرض، وان شاء الله غننتصروا بهاد القوه ديالنا، بهاد الحب ديالنا للوطن، ان شاء الله غننتصروا. الرساله ديالي لكل ممرضين ولكل طبيب، ما تعياوش، ما تعياوش، وخدموا وخدموا، ان شاء الله غننتصروا. ربي معنا، ان شاء الله غننتصروا.